الحمد لله السعداء اش كتشمر في واحد الجو اللي هو مزيان، الكل مركز، الكل عارف شنو كيتسنانا نهار الحد. ان شاء الله غادي نحقق واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، هذا اللي نقدروا نوعدوا به الجمهور ديالنا ان شاء الله. هنايا كنعرفوا مازال كتنتظرنا مقابلات العوده في الكونغو والصعوبات، لاننا سبق لنا لعبنا مقابلات تما امام نفس الفريق، ولكن الحمد لله كنظن باننا الا كنت شي مقابله ديال النهائي كتختلف كل اختلاف على مقابله في مجموعات. جميع اللاعبين مركزين، وان شاء الله غادي نحققوا المهم اللي هو الفوز بهذا اللقب إن شاء الله.